فقرة ترند أونلاين من أهم فقرات برنامج الترند. خلينا نروح سريعا عبر تطبيق زوم مع الأستاذ محمد بلعودي الصحفي المغربي الكبير عشان نتكلم معاه في تفاصيل مباراة الأمس. يا أستاذ محمد أهلا بيك، منورنا على شاشة قناة الأهلي. بارك الله فيك أخي أمير، بارك الله فيك وشكرا على الاستضافة ومبروك للأهلي الفوز. الله يبارك فيك، لكن التأهل لم يحسم بعد، فبالتالي أنا عايز أتكلم معاك في انطباعات الشارع المغربي والإعلام المغربي عقب فوز الأهلي بالأمس على الوداد بنتيجة 2-0. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح أن الوداد انهزم الأمس في مباراة أمام الأهلي، كانت خيبة أمل كبيرة في الشارع المغربي والجمهور الودادي. وبالنسبة للوداديين يعني هو تحصيل حاصل. لماذا؟ لأن الفريق عاش فترة من عدم الاستقرار التقني. نتكلم على المدرب الحالي للفريق، هو المدرب الرابع هذا الموسم. وكانت كذلك تعاقدات للاعبين لم تكن في المستوى، ولم تمنح الفريق يعني الإضافة التي كان ينتظرها الجمهور. بالتالي يعني ما يعني المستوى اللي ظهر به فريق الوداد بالامس لا اعتقد انه هو المستوى الحقيقي لفريق يعني يصل الى نصف نهائي كاس افريقيا دوري عصبه الابطال. ولكن يعني المستوى اللي ظهر به الوداد كان مستوى غير مشرف، وكان الاهلي كان بالامس بيلعب في الميدان ديالو امام الجماهير ديالو. يعني شفنا فريق الاهلي قوي، شفنا فريق الاهلي منظم يخلق فرص، وكيف قال موسيماني يعني كان محق في الكلام دياله، كان بإمكان الأهلي أنه يفوز بأكثر من هدفين. الوداد بالأمس لم يكن في المستوى المعهود. يعني فريق بحجم الوداد يعني في الست سنوات الأخيرة إما يكون في نصف نهائي أو نهائي دوري عصبة الأبطال، كان المفروض أنه يكون في مستوى أفضل. ولكن للأسف يعني اختيارات المدرب أحيانا في مباراة الأمس لم تكن جيدة. يعني شفنا جبران في خط الدفاع، هو لاعب ارتكاز في الوسط. شفنا يعني نجم الدين في الدفاع. في المباريات المعهوده كان اسرير هو اللي يكون في الدفاع مش نجم الدين. يعني شفنا اختيارات لم تكن موفقه. وفي نفس الوقت الاهلي تفوق في ارضيه الميدان من جانب المدنيه والفنيه. كان وارد في يعني وارد في كره القدم، ولكن منح فريق يعني الاهلي أفضل يعني ثقه اكبر. كانت اول نقطه تحول في المباراه هي الهدف الاول. طيب ثاني نقطه تحول في المباراه كانت بعد ضياع ضربه الجزاء. لو سجل الوداد ضربه الجزاء وعدل النتيجه كنا ممكن نشوفوا يعني اللاعبين يتحروا من الضغط ويكون عندهم ثقه اكبر. طيب انا عايز يا استاذ محمد عايز اسالك، انهم يبحثوا عن هدف الفوز الثاني او على الاقل يبقوا متعادلين في النتيجه. طيب اسمح لي، للاسف الوداد بالامس يعني ضيع على نفسه فرصه انه يقوي حدوده في التاول الى طيب يا استاذ محمد اسمح لي اسالك عن موعد وصول بعثه الوداد للقاهره، وازاي هتكون استعداداتهم واستراتيجيه جاموندي في مباراه الاياب ممكن تكون عباره عن ايه؟ يعني كل اهتمام الطاقم التقني والمسؤولين الان مهتم حول الرفع من معنويات اللاعبين. لان كان انتقادات كبيره للفريق، للرئيس النادي سعيد الناصيري، للطاقم التقني وللاختيارات ديالو. فالان الكل يحاول ان يسميها ربما خساره هزيمه في معركه ولم تخسر الحرب بعد. وان كنت انا لا افضل هذه المصطلحات لاننا في مباراه رياديه توفر الروح رياديه، ولكن الوداد غيحاول انه يستجمع القوى ديالو، غيحاول انه يدارك الاخطاء اللي ارتكبها في مباراه الذهاب. ربما مباراه الاياب ستختلف قليلا لان غنشوفوا كومارا غيكون حاضر من البدايه في خط الدفاع وسيمنح ثقه للاعبين لانهم من اللاعبين المتميزين والمهمين. هو غاب عن الوداد لفتره طويله لذلك لم يكن اساسي في مباراه الذهاب امام الاهلي، ولكن اكيد انه غيكون حاضر في مباراه الاياب. بعثه الوداد ستصل يوم الثلاثاء الى مصر من اجل مواصله الاستعدادات للمباراه. استعدادات للاسف ربما يتواصل غياب لاعب مهم في خط وسط الوداد هو صلاح الدين السعيدي. يعني على حسب قانون الاتحاد الافريقي فالبروتوكول يفرض 10 ايام للحجر الصحي. السعيدي كما يعلم الجميع اصيب بفيروس كورونا، وبالتالي عليه ان يخضع يعني للحجر والبروتوكول الصحي، سيكون غائب.
فهو من اللاعبين المهمين في تشكيله الوداد. بالتالي الوداد سيحاول الان، اتضحت لديه الصوره حول مستوى فريق الاهلي، حول قوه فريق الاهلي، عرف نقاط القوه ونقاط ضعف فريق الاهلي، فغيحاول انه يشتغل عليها وانه يكون افضل في مباراه الاياب. وان كان بالنسبه لي يعني الامور صعبه تلعب قدام فريق يعني مثل الاهلي متقدم عليك بهدفين، يلزم انك تسجل هدفين وما يتسجلش عليك، بالتالي غتكون الامور اكثر تعقيدا من مباراه أكيد. الذهاب. لو انتهت مباراه الذهاب مثلا بصفر لصفر، ممكن نقولوا ان الوداد لا زال يملك جميع حدوده من اجل انه يتاهل. اكيد كلنا في انتظار، كلنا بالنسبه للوداد صعبه على مباراه الذهاب، كلنا في انتظار مباراه الاياب يوم الجمعه اللي جايه. استاذ محمد انا بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا عبر تطبيق زوم الاستاذ محمد بلعودي الصحفي.